will be in Epcot. We'll be there in just a couple minutes. Epcot will remain open until 9 o'clock tonight, with two extra magic hours from 9 to 11. They have a showing of illuminations for Reflections of Earth at 9. If you're looking for buses, monorails, or the parking lot, you will need a valid park ticket to get into the park and then exit through the front of the park where the buses, monorails, and the parking lot will be. Our last boat to leave tonight from Epcot will be at midnight, 12 a.m. Last boat to leave from Epcot will be at 12 a.m. If you have a car parked out at Hollywood Studios, the last boat to leave from Epcot that will take you all the way out to Hollywood Studios will be at 10:30. 10:30 last boat to take you to Hollywood Studios. If you happen to miss that boat, you would have to take a bus from the front of the park at Epcot, which will take you to the parking lot at Hollywood Studios. السلام عليكم. اليوم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جيت لواحد البارك اللي مشهور هنا في والت ديزني. هذا من احدى الباركات اللي موجوده. وفي الرحله تاعت اليوم غيكون معنا واحد الاخ مغربي هو اللي غادي يعرفكم على هذه المنطقه. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله. هذا البارك سميتو ايبكوت ومعروف باش معروف فيه الماروكان بافيليون ماروكان، يعني فيه الجناح المغربي. ومن ضمن هذا البارك هذا كاينين عده دول، منهم فرنسا اللي كما كتشوفوا هي معنا هنايا، ومعروفه بالتور ايفل اللي هو هذاك اكزامبل ديالو زعما، وكذلك معنا المغاربه اللي هما في القباله ديالنا ومعروفين بالصمعه ديال الكتبيه، ومعروفه بمطعم مراكش. معنا كذلك الجناح الياباني والجناح الامريكي، معنا كذلك الجناح المكسيكي النرويجي الايطالي الالماني والانجليزي. معنا لكم من جديد معنا الجناح الفرنسي كيف كتشوفوا الفرونت، يعني في الداخل تور ايفل، بعض المطاعم الفرنسيه المشهوره في شارع في الشونزيليزي في فرنسا. شوفوا شيف دو فرونس. غادي نقربوكم شويه اكثر الجناح الفرنسي. مناظر خلابه، حظ سعيد ان شاء الله للناس اللي مترشحين للقرعه، عما قريب ان شاء الله يكونوا معنا. واللي شارك وكل شيء الله يسهل عليه. مراكش مصغرة في أمريكا. السلام عليكم. رجعنا لكم من جديد هنايا كيف كتشوفوا معنا الجناح الياباني جابان بافليون.
جميل. المعالم التاريخية المشهورة بها إيطاليا. مرحبا بكم معنا من جديد في ألمانيا، المانشافت. بيان بينيدوس أميخيكو، مرحبا بكم في المكسيك. Thank you.